السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنعمل تقاطع طرق في برنامج اني لوجيك. تقاطع طرق يبقى هاجي هنا في الروت ترافيك واقول له ان انا عايز ارسم طريق، اسحب اهوت طريق بقى ممكن احنا نعدل فيه بحيث مثلا انت عايز تخليه مثلا كده، عايز تخليه كده زي ما انت عايز. المهم الخصائص بتاعته هنا تمام، ممكن نقول له ان هو one way فيبقى بالشكل دوت، او نزود عدد الخانات اللي رايحة ونزود برضو عدد الخانات اللي جاية، والمسافة اللي في النص نخليها مثلا متر، نخليها مترين تلاتة تمام، اللي هي الجزيرة اللي في النص دي. طيب عايز لونها يبقى ايه؟ او مش لازم لون، ممكن نحط لها تكتشر معينه ان هنا يبقى في زرع بالشكل دوت تمام. ممكن تعمل زوم على الحاجه. طيب بعد كده البوزيشن اند سايز، لو انت عايز تعدل البوزيشن اند سايز، البوينت، الديسكريبشن، زي ما انت عايز الحاجه اللي انت عايز تعدلها. طيب دلوقتي انا عايز احط انترسكشن تقاطع، فهبدا اسحب واحطها هنا اهيت. لسه بقى هنحط طريق، هبدأ اسحب الطريق اهوت. نقدر ناخد نفس الطريق نعمل نفس التعديلات. ونقدر نسحب ونوصله للانترسكشن، وكذلك ممكن اقول له كنترول في واقول له كوبي بيست اهوت، ونعمل له روتيت. ممكن اقول له اهوت نلاحظ ان الطريق هنا دي المفروض هنا زي اشارة المرور، فده كل العربيات تقف في الناحية دي، وبعد كده ندوس هنا لما تدخل الناحية دي، لما تكمل طوالي، لما تعمل اليوتر. هنا بيبدأ يوريك ان دوت العربية دي ممكن تمشي كده والعربية دي ممكن تيجي كده. يعني لو اخترنا مثلا واحد زي كده بيقول ان ممكن تمشي كده او كده او كده، ليه انها تدخل في بقية الخانات دي. فده دراسة للتقاطع ممكن يمشي ازاي. طبعا بعد كده هنضيف بقى اشارات مرور، نضيف عربيات معينة زي ما نشوف مع بعض في الدروس القادمة.